الجزء الثاني بالبلورا والجزء الثالث بالميديا ستايل. فاحنا هنخلص دلوقتي ان شاء الله الجزء بتاع اللونج بس، وبعدين هنسيب البلورا والميديا ستاينم للمره الاخيره اللي هي اللي جايه ان شاء الله. الحاجات اللي مكتوبه في الكوريكولم عندكم في اللونج هم الجماعه دول. اول حاجه الامفيزيما، وبعدين الكولابس، وبعدين الاتيلكتاسيز، وبعدين البرونكيكتاسيز، وبعدين الفورين بودي، وبعدين التي بي، وبعدين هنا هم يعني مش عارفين يعملوا فيكوا ايه، فهو قال لك ايه بالمونري اديما، وبعدين الفيولر سيل كارسينوما. طب ايه يعني مش مشكله، هم نعرفك القضيه ماشيه ازاي، كل ده سهل جدا سهل جدا ما فيهوش مشكله. نبتدي الاول بموضوع الانفيزيما. انفيزيما يعني ايه يا جماعه؟ يعني تمدد في الرئه. بمعنى تاني ان انت البني ادم الطبيعي لما ياخد نفس الرئه تنتفش، وبعدين لما يجي يخرج النفس الرئه ترجع تاني. في بعض الاحيان نتيجه امراض كتيره جدا الهواء لما يدخل تيجي انت تخرج الهواء يخرج معظمه بس يستنى شويه شويه منه تفضل جوه الالفيولار، وبعدين شويه على شويه على شويه على شويه تلاقي الرئه اتنفشت قد كده. اكتر حاجه على الاطلاق بتعمل الموضوع ده السجاير. اكتر حاجه بتبوظ اللي بيسموه الكومبلاينس اوف ذا لانج، ان هي تبقى زي ما ربنا خلقها تفرد وتنشش وكده، لكن اول ما تبقى is not capable ان هي تخرج الهواء بالكامل ويتحول شويه، في اكتر حاجه بتعملها هو السجاير. فتلاقي الشيست منفوش كده، يعني اللنج مليانه بالهواء، وبالتالي الدايفرام نزل لتحت خالص اكتر من الطبيعي، وبالتالي الهارت بقى مشدود موطوط كده هوت، وتلاقي نعبشه جامده جدا جوه الرئه. وانا حطيت لك صوره النورمال قصاد صوره الواحد اللي عنده انفيزيما، ودوت صوره الرئه بتاعه المدخن وصوره الرئه بتاعه البني ادم الطبيعي. المدخن زي ما انت شايف كده ليل نهار بيسف اطراف، فالرئه بقت زي ما انت شايف سودة جدا. التدخين يا جماعه طبقا لاخر محاضره انا حضرتها بيجيب 18 نوع من الكانسر، 18 نوع من الكانسر، بدايه من اول الليب، وبعدين اللثه، وبعدين التانج، وبعدين الباوس فلور، وبعدين الفارينكس، وبعدين اللارينكس، وبعدين اللانج طبعا من الحاجات المشهوره جدا. وفي فتوى شرعيه بتقول ان لو في واحد مدخن وهو يعلم ان التدخين بيؤدي الى الكانسر، 90% من الكانسر عنده ريليشن بالتدخين. فلو ان المدخن يعلم ان التدخين بيجيب كانسر، وان هذا المدخن والعياذ بالله جاله كانسر ومات طبعا منه، فيعتبر منتحر في نظر الشرع، يعتبر منتحر لان هو عارف ان ده يؤدي الى الوفاة واقدم عليه. فموضوع التدخين موضوع فظيع جدا وعليه محاضرات كتير جدا بره، وبيقول لك المنتج الوحيد اللي ملوش تاريخ صلاحية ولا تاريخ انتهاء، والمنتج الوحيد اللي الشركة بتكتب عليه تحذرك منه مش تدعوك الى شراء. وكل الناس عارفين ان التبغ اللي بيجي الدول بتاعتنا المتخلفة في 10 أضعاف تركيز النيكوتين في الدول المتقدمة، بحيث ان اي حد بيشبط في السيجارة معرفش ان هو يسيبها بعد كده. واكبر دليل ان السيجارة فيها كحوليات وفيها خمور، وده معروف جدا على الانترنت ان التبغ بيتنقع في خمرة لمدة 6 شهور علشان يبقى معتق ومعرفش ايه ويصلح للبتاع دوت، انك انت لما تولع السيجارة لا يمكن تطفي من نفسها. السيجارة يستحيل تطفي من نفسها، ولع اي حاجة ولع في نفسك هتطفي بعد شوية، لكن السيجارة لا ما بتطفيش لان فيها كحول. وده من اكتر الحاجات اللي بتخلي المدخن مش قادر يسيب السيجارة، لانه
بقى عنده نوع والعياذ بالله يعني من الادمان. المهم بما ان احنا يعني مقدمين على شهر كريم، وهو يعني ممكن يكون يعني زي دورة تدريبية كده للمدخنين ان هم يمتنعوا عن التدخين، نأمل هذا والله المستعان. المهم اللنج بتاعت الامفيزيما بتبقى هايبر انفليتد، يعني منفوخة اكتر من الطبيعي. يعني انت من غير ما تقول للمريض خد نفس تلاقي الديافرام عند الريب رقم 11، هو اصلا لما ياخد نفس محترم ينزل الريب عند رقم 10، لكن هو لوحده صدره اصلا مليان هواء والنفس بتاعه مش مظبوط قوي. فمن علامات الامفيزيما ان الديافرام نزل لتحت خالص، بيسموه لو يعني تحت، فلات يعني مبطط. الديافرام الطبيعي ليه اوبا، لكن الديافرام بتاع الامفيزيما مبطط لتحت، لو فلات ديافرام. والهارت بيقولوا عليه ريبون شيبد هارت، ريبون يعني ممطوط كده مشدود، ريبون شيبد هارت. وبعدين الفيسلز بتاعه اللنج تلاقيها واضحه في النص ومفيش في البريفري، لان البريفري ديت كلها عباره عن بقاليل مليانه هواء، والفيسلز اللي فيها مخنقه مخنقه مخنقه. وبعدين المسافه ما بين الاورطه والاسترنم اوسع من الطبيعي، والمسافه ما بين الهارت والدورسال سباين اوسع من الطبيعي، بيقولوا عليها enlargement or widening of the retrosternum and retrocardiac spaces. يبقى هم دولت العلامات بتاعة الامفيزيما. ايه هم بقى؟ نمرة واحد prominent hilar shadows، يعني الفيسلز عند الهايلم واضحة جدا، لكن attenuated peripheral vessels، يعني الفيسلز اللي في حروف اللنج ضعيفة. وبعدين wide retrosternal، المسافة ديت wide، and retrocardiac والمسافة ديت برضو وايد. بعدين low flat diaphragm، الديافرام متبطط لتحت. وبعدين elongated cardiac shadow او اللي يسموه ribbon shaped heart. وبعدين في الاخر خالص تطلع الانفيزيمتس بول. الانفيزيمتس بول لو كانت كبيرة قوي تعرف تشوفها في البلين اكس راي، لو كانت صغيرة حبتين بتعرف تشوفها في السي تي. فلو انت بصيت على الشيست دوت هتلاقي في بولة كبيرة جدا اللي انت شايفها اللي هنا دي كده، وبعدين في واحدة تاني هنا وفي واحدة تاني هنا مثلا. يعني ده اللي احنا بنسميه انفيزيمتس بولة. يبقى ممكن الواحد اللي عنده انفيزيما يكون عنده بولة، وممكن ما يكونش عنده، بس يكون الرئة منفوشة اكتر من الايه، اكتر من الطبيعي. لكن لو كانت البولة صغيرة تعرف تشوفها بالسي تي. فانت مثلا هنا دي في واحدة وفي واحدة وفي واحدة، وانا قلت لك لما يكون في كافيتي والكافيتي الجدار بتاعه ثين وهو لازق في البلورة يبقى بولة، لو كان متوسطا في وسط اللنج يبقى اسمه ليماتو سيل. قلت الكلام دوت في المرة اللي فاتت. ده اول واحد منهم اللي هو الانفيزيم. نيجي بقى للكولابس. كولابس يعني ايه يا جماعة؟ يعني منكمش. كولابس يعني انكمش على بعض. اللي احنا شايفينه هنا ده نمونيا في الميدل لوب، ده الميدل لوب وهو فيه اوباستي، وفي اللاترال فيو ده مكان الميدل لوب زي ما انت عارف. في بعض انواع النمونيا اللي هي ما بتتعالجش كويس وتفضل شوية في اللوب، اللوب بعد كده يكش على نفسه ويبقى كولابست. زي مثلا كده شايف هنا الميدل لوب عامل ازاي؟ بقى سفيف قوي كده، هو في الاول كان محترم وبعدين حصل له كولابس. يبقى احد اسباب الكولابس ان يكون فيه التهاب، والالتهاب دوت ما تعالجش كويس ففضل اللوب يكش 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 لحد لما بقى اصغر من حجمه الطبيعي. كمان لو انت جيت على الشعبة الهوائية اللي رايحة للوب ده وسدتها، ايه اللي هيحصل؟ الهواء اللي جواه هيمتص وهو يتبطط على نفسه. ايه اللي ممكن يسد الحاجة ديت؟ قول زي ما انت عاوز بقى، فورين بودي، تيومر، ميوكس بلاج، اي حاجة تسد البرونكس فترة تشفط الهواء من المكان ويحصل له كولابس. يبقى نعم الاعراض بتاعت الحاجة اللي سببته، لكن هو نفسه ملوش اعراض.
الحاجة اللي سببت الكولابس لو كانت النمونيا هيبقى سخن وكح، لو كان تيومر يبقى بيكح دم ومش عارف ايه الكلام زي كده. طيب يبقى كلمة كولابس معناها loss of volume، كولابس معناها loss of volume. فهنا في upper lobe consolidation وده مكان الهوريزونتال فيشر اللي هو الفيشر الصغير. الفيشر الصغير بيقابل الضلوع عند الريب رقم 6. الفيشر الصغير بيقابل الضلوع عند الريب رقم 6، لكن بمرور الوقت وعدم العلاج يبتدي الابر لوب يحصل فيه كولابس والفيشر يطلع لفوق يبقى عند الريب رقم 3. يبقى ده هو اسمه كونسوليديشن الاول، كولابس يعني بعد الكونسوليديشن حصل له لوس اوف فوليوم نتيجه ان ادكويت تريتمنت، وده ابر لوب كولابس. عرفت ازاي؟ ان الفيشر اللي هو ده هو كده المفروض يكون هنا عند الريب رقم 6 يكون ماشي كده، بس هو طلع 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 لحد لما بقى عند الريب رقم 2. and this is what we call collapse. collapse يعني loss of volume. فمثلا اللور لوب، اللور لوب على الناحية الشمال لو انت فاكر الفيشر اللي هو في الناحية الشمال بيبقى قدامه upper lobe ووراه lower lobe. لما اللوب دوت يحصل له كولابس الفيشر يرجع لورا، يرجع 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 يبقى هنا كده، واللوب نفسه بقى دلوقتي فين؟ على السباين. يعني احنا قلنا كل الحاجات اللي ورا بتغطي على السباين، فلما تيجي في الشيست اكس راي تلاقي اللور لوب ورا الهارت اللي هو المثلث اللي انت شايفه دوت كده ورا الهارت، يبقى ده الهارت كده ودوت اللور لوب. من اشهر الافلام اللي بتيجي في الامتحانات الفيلم ده، لانك انت غالبا ما بتكونش شايف الخط دوت كده، ولو شفت الخط ده تعرف ان دوت اسمه left lower lobe collapse. left lower lobe collapse. يبقى اذا لو انت بصيت ورا الهارت ولقيت الخط المثلث ده هوت كده تعرف ان دوت اسمه ايه؟ left lower lobe collapse. الاتيليكتاسيس معناها scar in the lung. سكار يعني عارف انت لما تتجرح ويسيب مثلا علامة في الجلد كده، ده اللي احنا بنسميه سكار او ندبة او حاجة زي كده. لو حصل التهاب في حتة صغيرة قوي من اللانج وبعدين الالتهاب خف قوم يسيب مكانه تليف، التليف دوت بيبان على هيئة خط ماشي جوه اللانج، دوت اسمه أتلكتاتيك باند. أتلكتاتيك باند يعني scar in the lung. scar in the lung. اللوب اللي هو كان فيه نمونيا وبعدين حصل فيه كولابس ممكن يكولابس لدرجة انه يبقى فتلة، ساعتها يبقى اسمه atelectasis. معايا يا جماعة؟ عشان اصل فيه خناقة جامدة جدا ما بين الناس بتوع الشيست على الموضوع ده، ايه الفرق بين الاتلكتاسيس وما بين الكولابس، وايه الفرق بين الكونسوليديشن والكونسوليديشن كولابس. الموضوع مش لسير القنبله ولا حاجه، كونسوليديشن وعالجته كويس وكل حاجه تمام راح راح نهائي من غير اي مشاكل، ما تعالجش كويس واحد كبير في السن ومش عارف ايه يبتدي اللوب يصغر 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 في الحجم بتاعه. لو كان لوب صغير زي الميدل لوب مثلا كده ممكن يوصل لحد لما يبقى فتله، ولو بقى فتله يبقى ساعتها اسمه اتلكتاسيس. حد فاهم حاجه؟ يعني انا علشان محتاج الهيستوري اوبزرفيشن؟ لا مش محتاج، اي لو لقيت اي خط ماشي في الرئه كده اهوت اسمه اتلكتاتيك باند، مش محتاج هيستوري لان الهيستوري الحالي ملوش علاقه خالص بده، لان ده حصل من زمان جدا جدا وخف والواحد نسيه وخلاص على كده. نعم الميدل لوب هو اللي ممكن يوصل اتلكتاسيس لانه صغير، لكن اللوبس التانية ضخمة جدا ما تقدرش توصل إلى كده. فغالبا الاتلكتاسيس دوت بيكون بسبب حتة صغيرة في اللانج التهبت وبعدين خفت وسبب ثابت مكانها هذا الايه الخط. الخط دوت اسمه اتلكتاتيك باند. لو كانت رفيعة زي ديت اسمها thin اتلكتاتيك باند، لو كانت تخينة زي ديت كده اسمها thick اتلكتاتيك باند. طيب
بتشوف الكلام ده برضو في السيتي. فانت مثلا هنا في خط وهنا اوت في خط وهنا في خط اللي ماشي كده ده. ايه الخطوط ده؟ هي اسمها اتلكتاتيك باندز، عبارة عن ايه؟ اسكار ان ذا لانج. ايه سببه؟ انفلاميشن، تروما، اي حاجة حصلت عملت التهاب، الالتهاب خف واتبقى مكانه الاثر بتاعه. مفهوم يا جماعة الخير؟ حلو قوي. ما تتفزعش قوي من المنظر دوت. ده الطريقة اللي بتحصل بيها البرونكيكتس، بس انت مالكش دعوة الطريقة بتحصل ازاي. انت عندك حاجة دي البرونكس اللي هي الشعب الهوائية، والكل شعبة هوائية وفي جواها غشاء مخاطي اللي هو بيفرز الميوكس اللي انت بتكحه على هيئة بلغم. الميوكس دوت بيتفرز بمعدل معين، والمعدل ده يتناسب مع قدرة الحاجات اللي جوه البرونكس ان هي تكنسه وتطلعه بره. لكن لو افترضنا ان حصل زيادة في افراز الميوكس دوت بمعدلات اكتر من الطبيعي على رأسها التدخين، الميوكس هيتحوش جوه البرونكس. ولما يتحوش جوه البرونكس فده وسط كويس جدا للالتهابات فيلتهب، ولما يلتهب يأثر على الجدار فيضعف الجدار بتاع البرونكس نفسها فيحصل فيها اتساع. لما تتسع هو ده البرونكيكتسيز. يبقى البرونكيكتسيز عبارة عن اتساع غير طبيعي في الشعب الهوائي، اتساع غير طبيعي في الشعب الهوائي. والاصل فيه هو الموضوع بتاع الميوكس ده، ان لو الميوكس بقى اكتر من الطبيعي بسبب الالتهابات او بسبب ضيق الشعب الهوائية او كل الكلام ده، يتجمع جوه البرونكس ويضعف الوول بتاعها ويخليها توسع اكتر من الطبيعي. في العصر الحجري كان في حاجة اسمها برونكوغرافي. البرونكوغرافي ده معناها اشعة بالصبغة على الشعب الهوائية. انت طبعا عارف لما تدخل نقطة مية جوه القصبة الهوائية بتاعتك تقعد تكح لما تطلع في الروح عشان تطلعها، صح كده؟ لكن احنا بقى كنا بنعمل الفحص دوت ازاي؟ عندنا صبغة اسمها هاي تراست وبطلوا ينتجوها خلاص الحمد لله. بنجيب المريض وبعدين نجيب قسطرة، الاول نرش له زيلوكين كده في مناخيره والحتة ديت عشان نعمل انستيزي، وبعدين نجيب قسطرة وندخلها في اول القصبة الهوائية، وبعدين نجيب الهايتراست دوت عامل زي اللبن تقريبا بس اتقل شوية، وبنسخنه عشان يبقى سائل حبتين، وبعدين نعبيه في سرنجة ونروح قبل ما نحقنه بنحقن زيلوكين جوه القسطرة عشان الزيلوكين ينزل جوه الشعب الهوائية كلها فيبنجها، وبعدين نروح حقنين الايه الهايتراست ده، وبعدين نقعد بقى نخبط على ظهر العيان ونجيبه كده وكده وكده عشان نودي الصبغة في جميع الشعب الهوائية، وبعدين ناخد صورة زي ما انت شايف كده. خلاص بنعمل صورة امامية وبنعمل صور جانبية انك انت تشوف بيها الشعب الهوائية وتشوف اذا كانت كاليبر بتاعها كويس ولا لا والبتاع. خلصت انت بقى الفحص وطلعت صور جميلة جدا والزيلوكين اللي انت حقنته مفعوله راح، مالكش دعوة انت بقى، مات العيان بس الفحص طلع كويس، دي مش قضيتنا. فانت بتكون حقنت ازازتين هاي تراست، واحدة شمال واحدة يمين، بيقعد 3 ايام بيطلع في الروح علشان يطلع هذا الهاي تراست من الشعب الهوائية اللي انت حقنتها له فيه. فطبعا هو فحص غير ادمي بالمرة، بس انت مالكش دعوة، انت كان عليك بس تطلع صور زي دي وتبقى فرحان جدا بقى ان تبص البرونكوغرافي جميل جدا مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب انت عندك نوعين من البرونكيكتسز، يعني البرونكس بتوسع بواحد من طريقتين، يا اما تيوبولر يعني عاملة زي الخرطوم، يا اما سيستيك يعني كور 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 كور. التيوبولر
ما تعرفش تشوفه في البلين اكس راي، لكن السيستيك تعرف تشوفه في البلين اكس راي. فاحنا من البلين اكس راي ممكن تعرف على طول ان المريض ده عنده برونكيكتسز، عنده شمال يمين وشمال، شمال اقل من اليمين شوية. ايه اللي حصل؟ ان البرونكاس بقت عملت زي الكورة، والكورة ديت مليانة هواء اصلا بس فيها ميوكس اللي هو متحوش جواها، فبيعمل زي اير فلويد ليفل كده، فيتهيأ لك ان اللنج دي مليانة خراريج، واللنج التانية ديت ما شايف انت اير فلويد ليفل في كل حتة كده، يتهيأ لك كده، لكن دولت عبارة عن برونكيكتسز. ازاي تفرق بقى بين الاتنين؟ ازاي تفرق بين الاتنين؟ لو انت فاكر الخراج، كان الخراج واحد ولا شوية؟ لا كان واحد. الخراج في معظم الاحيان بيكون واحد، في معظم الاحيان، ولو بقى اتنين او تلاتة في حالات نادرة جدا، لكن البرونكيكتسز ممكن يكون في 100 واحد يشبه الخراج ديت. اول واحدة فيهم التيوبيلر برونكيكتسز، اللي هو انك انت تشوف البرونكاس عاملة زي الخرطوم صعب، لكن اللي انت بتشوفه في الشيست ان الشيست بقى عفش جدا، في ديفيوز لونج ديزيز، لان اللي انت شايفه خطوط 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 دوت عبارة عن جدار البرونكاس التخين، يعني البرونكاس اللي هي بقت عاملة زي الخرطوم، الجدار بتاعها الشمال واليمين تخين، فباين خطوط جوه اللونج. هتقول لي امال ازاي انا اعرف البرونكيكسز؟ هقول لك، لما بنبص على الشيست اكس راي زي دوت كده، بنروح قايلين دوت ديفيوز لونج ديزيز، خلاص. واحنا قايلين من شويه كل الديفيوز لونج ديزيز لازم هيعمل بس كده، لما تعمل بقى سي تي هتشوف البرونكيكسز على طول. فانت دلوقتي كل اللي عليه سهم احمر دوت تيوبولار برونكيكسز، وكل اللي عليه سهم ابيض دوت سيستيك برونكيكسز. يبقى انت عندك سيستيك كور كور كور، وعندك تيوبولار يعني خراطيم خراطيم خراطيم. يبقى اذا السيستيك برونكيكسز سهل انك انت تشخصها من البلين اكس راي، وغالبا هتعمل لها سي تي عشان تتاكد. اما التيوبولار برونكيكسز مش هتعرف تشخصها من البلين اكس راي وتعمل لها سي تي، فتطلع على طول تيوبولار برونكيكس. فلو عملت سي تي ولقيت البرونكاي دايليتد كده، والجدار بتاع البرونكاس تخين جدا كده، ده اللي احنا بنشوفه في البلين اكس راي، تعرف على طول ان ده هما ايه؟ سيستيك برونكيكس. دولت سيستيك ودولت تيوبولار برونكيكس. فهمت؟ طيب ننتقل على اللي بعد منه، اللي هو التي بي. التي بي زي ما مكتوب على الانترنت، لحد اخر او يعني نص الثمانينات كان عمال يقل يقل، والعالم قدر يسيطر عليه. بعد شوية ابتدى ينتشر بشكل فظيع جدا جدا اكتر من الاول، والسبب في كده موضوع الايدز، ان الايدز بيضعف المناعة وبيدي فرصة لكل من هب ودب ان هو يخش جوه الجسم، والتي بي طبعا من اكتر الحاجات اللي بتعمل كده، زائد الانتشار بتاع الادمان والعياذ بالله، الناس اللي هي المدمنة الهروين والكوكايين والحاجات اللي بتتحقن كلها، كل دوت من الحاجات اللي بتؤدي الى وجود هذا التي بي. الصورة ديت بس عشان تفتكر دايما ان التي بي بيكون فوق، التي بي بيكون فوق in the apex of the lung in the upper lobes. فمعظم اللي تشينجز بتاعت التي بي بتكون كده، هتلاقيه التي بي زيه زي النمونيا في معظم الاحيان، لكن لمجرد ان هو موجود في الابر لوب then you suspect ان هو دوت تي بي وليس نمونيا عادية. مفيش حتة في الجسم ما بيجيش فيها تبركلوز، فطبعا اشهر حاجة على الاطلاق هو اللنج، لكن ممكن يجي في الهارت، وممكن يجي في البرين والسباينال كورد، وممكن يجي في الهيدا النك، وممكن يجي في جميع انحاء الماسكولوسكليتا، ويجي في السباين، ويجي في الابدومن، اي اورجان في الابدومن بيجي فيه تي بي، ويجي في الادرينال تبركل والجينيتورينري، كل المناطق بتاع الكيدني واليوريتر والبلادر والبروستات واليوترس، وكل دوت ينفع يجي فيه تي بي. والبكتيريا بتاعت التي بي انت عارفين طبعا في نوعين من البكتيريا، في كذا نوع، بس النوعين المشهورين قوي واحد اسمه كوكاي يعني كور كور كور، واحد اسمه باسيلاي يعني خطوط خطوط خطوط.
فالتي بي من الباسيلاي توبركل باسيلاي. التي بي نوعين، واحد برايمري واحد سكندري. البرايمري اللي هو بيجي في واحد ما حصلوش قبل كده لا تطعيم ولا ان هو اتعرض قبل كده للتي بي، وده غالبا بيكون في الاطفال وغالبا بيكون في الناس اللي هم ما عندهمش تطعيمات للتي بي. اما السكندري تي بي فبيجي لواحد اتعرض قبل كده للانفكشن دوت قبل كده. لو كان برايمري فالمانيفستيشن بتاعته الرئيسيه ليمف نودز. البرايمري توبركلوزيس المانيفستيشن الرئيسيه بتاعته ليمف نودز. ليمف نودز في الشيست او في الميدياستاينم، يعني في واحد طفل لابد انك انت تحط في اعتبارك ان دوت ممكن يكون توبركلوز. الليمف نودز في الميدياستاينم هنقولها في الجزء بتاع الميدياستاينم، لكن ممكن الواحد يكون عنده تي بي برايمري او سكندري وتعمل له شيست اكس راي ويطلع نورمال، يعني ما يطلعش عنده جنس حاجه خالص في الشيست اكس راي. هتقول لي امال بيتعرف ازاي ان هو عنده تي بي؟ بالسبيوتم. انك انت تحليل البصاق مهم جدا 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 في اي واحد تشك ان هو عنده توبركلوز، لان التي بي في منه نوع اكتيف يعني معدي، وفي نوع ان اكتيف يعني خف خلاص وما بيعديش حد. الفيصل الرئيسي مش في الاشعه، الفيصل الرئيسي في البصاق. اذا كان البصاق فيه توبركل باسيلاي يبقى دوت اكتيف تي بي ومعدي، اذا ما كانش فيه يبقى مش معدي. الغدد الليمفاويه في الشيست هناخدها بالتفصيل المره اللي جايه، لكن انت لسه عارف دلوقتي ان ده الارش اوف ذا اورتا وان دوت مين ذا سوبيريور فينيكيفا. حوالين الارش اوف ذا اورتا والسوبيريور فينيكيفا كور 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 كور، دي عباره عن ليمف نودز. ليمف نودز في واحد طفل صغير بالذات لو كانت الليمف نودز عامله زي الخراج، يعني سودا من جوه والحرف بتاعها واخد صبغه، سودا من جوه والحرف بتاعها واخد صبغه، هي ديت التوبيركلس نودز. وده بما ان هو طفل نبقى ده هو برايمري تي بي، يعني التي بي الاولي اول مره يدخل في الجسم. طيب ممكن واحد يكون عنده تي بي وما يكونش عنده حاجه خالص الا افيوجن، بلورال افيوجن. والافيوجن دوت ينفع يكون في البرايمري وينفع يكون في السكندري، وهو العلامة الوحيدة للتي بي. يعني واحد عنده شيست بيكح ومش عارف ايه وبتاع، عملت له شيست اكس راي لقيت بلورال افيوجن. ازاي تعرف ان الافيوجن دوت بتاع التي بي؟ بالبصاق، من لسه قايل لك اهو بالبصاق. يعني واحد انت عندك في عندنا قاعدة كده في الأشعة خطيرة جدا، لو واحد جاله بلورال افيوجن من غير مناسبه. يعني ايه من غير مناسبه؟ يعني مفيش سبب واضح جدا ليه. لو كان صغير غالبا هيكون تي بي، لو كان كبير غالبا هيكون برونكوجينيك كارسينوم على طول كده. ما في يعني في واحد ان احنا عرفه، يعني ابوه كح كحتين كده بعملوا له شيست اكس راي لقوا بلورال افيوجن، فضلوا يفرقوا احرقوا كل حاجه في الدنيا اتعملت، مش عارفين ايه سبب الافيوجن دوت. ادوله كيموثيرابي على طول، مفيش هزار، كيموثيرابي. لان افيوجن من غير اي سبب وجيه في واحد ادلت غالبا يكون تحتيه كانسر، لكن افيوجن في طفل صغير كونسيدر موضوع الالتهاب. طيب تيجي بقى للسكند. اي واحد يا جماعه يتشك ان هو ليه علاقه بالتي بي، يعني قريبه ثبت ان عنده تي بي او ما اعرفش الجران او وانت شكيت ان الشخص دوت عنده تي بي، اهم حاجه البصاق. سيبك بقى من الاكس راي ولا السي تي، وفي كلام كتير جدا مكتوب في السي تي وحاجات يقول لك ده اكتف ومش اكتف، ما تسمعش الكلام ده، البصاق هو الاصل في الموضوع. طيب تيجي بقى للسكندري. السكندري اللي هو بتاع الابر لوب زي ما احنا قلنا، اللي هو ده واحد ادلت
وخد تطعيمه وهو صغير، يعني دخل جوه جسمه الميكروب، وبعدين اتعرض بقى لالتهاب تي بي تاني فجاله في الابر لوب. الابر لوب ممكن يكون على ناحيه واحده، ممكن يكون على الناحيتين، والمنظر غالبا بيكون اسمه كده استراندي نوديولر، يعني خطوط خطوط ونوديولز نوديولز في الابر لوب. لما يكون في استراندي نوديولر ليجنز ان ذا ابر لوب تشك ان دوت يكون تي بي، فتعمل له سبيوتم علشان تتاكد فعلا ان هو تي بي. فهنا في خطوط 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 وفي نوديولز اكيد شايفينها، وبما ان دوت موجود في الابر لوب يبقى ده اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي اللي هو تي بي. ممكن بقى ما تعالجش او ما عملش سيست اكس راي او ما تعرفش ان هو تبركولوزيس، فزادت الحكايه عن اصلها، فبقى في بدل نوديولز بقى في بطش وبقى في خطوط وبتاع. هدي تقول لي طب ده شبه النمونيا صح ولا ايه؟ قلت شبه النمونيا العاديه، بس اللي كون ان هو موجود في الابر لوب لابد انك انت تسسبكت ذا بوسيبيليتي اوف تي بي وتعمل له سبيوتا اي زي ما مكتوب هنا كده، and confirmed to be pulmonary tuberculosis. confirmed ازاي؟ بالسبيوتم بالبصاق. confirmed ازاي؟ and this is bilateral. فانت عندك في الناحيه الشمال اقل شويه من الناحيه اليمين، خطوط خطوط، نوديولز نوديولز، بطش بطش in the upper lobe and this is TB. حد قال لك دوت اكتف ولا مش اكتف؟ بالسبيوت. خلاص مفيش حاجه، بس زمان كان في تفانين كتير قوي، لو كان في كافيتي يبقى اكتف اوبن تي بي وتجري من العيان وما تستخدمش الفوطه بتاعته، كل الكلام دوت مش موجود دلوقتي. الاكتيفيتي بالسبيوت. طيب ممكن يبقى اكتر من كده بكتير زي دوت كده، فتلاقي البطش اللي انت شفتها اتلمت على بعض وعملت كونسوليديشن كده، وبعدين في بقيه اللنج كمان سرح، ما بقاش بس هنا اهوت في الابر لوب، بقى كمان موجود في اللور. كان زمان الكلمه ديت مشهوره جدا اللي هي كوكس باسيلس. انت عارف الراجل اللي اكتشف التي بي كان اسمه مش عارف ايه، فان كوخ ولا كوخ حاجه زي كده يعني، فبتسميها باسمه. فلما تقرا في الكتب كوخس انفكشن يعني تي بي، خلاص كده عشان ما تاخدش في بالك قوي. في بعض مراحل التي بي بيحصل كافيتيشن، والكافيتي زي ما احنا قلنا قبل كده هو عباره عن كوره مليانه هواء وممكن يكون فيها فلويد ليفل وممكن يكون جواها ماس. الكافيتي بتاع التي بي ما عندوش فلويد ليفل، ما جواهوش صديد. الكافيتي بتاع التي بي ما عندوش فلويد ليفل ولا صديد، لكن هو كافيتي مليان هواء، وبما انه موجود في الابر لوب يبقى هو ده بتاع التي بي. لكن لو كان موجود تحت ممكن يكون بتاع حاجه تانية، مش لازم يكون بتاع التي بي. طيب بعد لما المريض ياخد علاج ويتعالج وكده، المكان بتاع التي بي يحصل فيه كالسيفيكيشن. الكالسيوم علامه الهيلينج، الكالسيوم علامه الهيلينج، يعني لو بعد واحد اتشخص تي بي وبعدين طلع في مكان الحته اللي كان فيها التهاب كالسيفيكيشن يبقى ده تي بي وخف. بس احنا عشان نبقى متاكدين 100% لازم برضو السبيوتم، لان ممكن يكون خف وبعدين حصل له رياكتيفيشن تاني. بعد لما خلاص يخف على الاخر خالص بيبقى فايبروزس، يعني يحصل تليف في المكان اللي هو موجود فيه التي بي. التليف ده بيعمل حاجتين، اول حاجه بيشد على الديافرام، يعني بيرفع الديافرام لفوق، ويشد على التراكيه، الكتير اللي فيهم ممكن يجر التراكيه ناحيته، ويشد على البرونكاي، يعني البرونكس اللي ماشيه هنا يشد عليها كده فتبقى توسع اكتر من الطبيعي فتعمل برونكيكتسز، وده احد اسباب البرونكيكتسز في الابر لوب. يعني البرونكيكتسز العاديه كلها بتبقى تحت، لكن لما تلاقي برونكيكتسز هنا تعرف ان كان في هنا تي بي وهو اللي تليف وشد على جدار الايه، على جدار البرونكس زي كده. كان في هنا توبركلوزس وبعدين خف فاصبح في شويه برونكيكتسز وشد على الجدار بتاع التراكيه وعمل كولابس في الابر لوب وشد هناوت على الهايلم ورفعها لفوق شويه. يبقى المانيفستيشنز بتاعه التي بي واحد من اثنين،
برايمري توبركلوزس موجود اساسا في الاطفال او الناس الكبار اللي ما تعرضوش قبل كده للتبي، والمانيفستيشن الرئيسي بيكون ليمف نودز. اما السكندري تي بي فبيبقى انفلتريشنز موجوده في الابر لوب شمال او يمين او الاثنين مع بعض، والانفلتريشنز ديت ممكن تكون صفيفه وبعدين تكتر اكتر من الطبيعي لدرجه انها توصل الى كونسوليديشن، وبعد كده يحصل فيها سنترال كافيتيشن، وبعد كده لو اتعالجت يحصل كالسيوم ويحصل فايبروز. هي ديت المراحل اللي بيمر بيها التبي. في جميع المراحل دهيت التفرقة ما بين الاكتف واللي مش اكتف بالسبيوتم وليس باي حاجة ليها علاقة بالاشعة. تعالى بقى للفورين بودي. الفورين بودي وطبعا مشهور جدا في العيال الصغيرين، الولد بيلعب باللعبة او بسوسة الالم او مش عارف ايه فطت جوه التراكية. فلو عملت شيست اكس راي 10% بس تشوف الفورين بودي لو كان ريديو اوبيك. لو كان مش ريديو اوبيك زي لبة البطيخ او الفول السوداني الحاجات المشهورة جدا اللي بتتبلع مش هتشوف، صح كده؟ طيب هل انت بتعمل شيست اكس راي عشان تشوف الفورين بودي؟ لا. علشان تشوف مكانه؟ برضو لا. انا اقول لك ايه اللي بيحصل اصلا في الحاجة في الاوقات ديت من بق الجماعة بتوع الاطفال. اي واحد بنبقى شاكين ان هو دخل عنده فورين بودي بنشك ازاي؟ بالسماعة. بتلاقي صدره عمال يزيق ويكح ويزيق وكلام كده. كل الناس بتوع الاطفال بيعرفين الحكاية دي، ولا بيعمل اشعة ولا بيعمل حاجة خالص، بيروح دخل المنظار ويروح يدور على الفورين بودي ويروح مطلعه. ده الطريقة العادية جدا اللي هم بيعملوه. لكن في بعض الاحيان بيحصل كده ان هو يدخل المنظار ويبص شمال يبص يمين مفيش فورين بودي، لان الفورين بودي كان رفيع واتزفلط لتحت. اتزفلط لتحت يعني مش هتعرف تشوفه بالمنظار اللي هم بيشيلوا بيه الفورين بودي. فده ساعتها بقى محتاج السي تي او محتاج حاجه تقول لك الفورين بودي فين عشان تدخل المنظار الطري اللي هو اسمه فايبرو اوبتيك وتسرح ورا الفورين بودي لحد لما تجيب. فاهم انت الحكايه دي؟ طيب بص بقى، لو حد سألك قال لك واحد احنا متأكدين 1000000% انه عنده فورين بودي، عملنا له شيست اكس راي، تفتكر ايه اللي هيطلع في الشيست اكس راي دي؟ اول اجابة على حرف لسانك نورمال شيست اكس راي، مش هتشوف حاجة خالص، نورمال خالص خالص شيست اكس راي. تلت الناس اللي عندهم فورين بودي بيطلع عندهم نورمال شيست اكس راي. ولكن موضوع الاير تراب او الهايبر انفليشن اشهر حاجة في الفورين بودي على الاطلاق. الفورين بودي لما بيجي بيروح سدد البرونكس زي ما انت شايف كده، يجي الواحد ياخد نفس البرونكس توسع وتروح تدخل الهواء، يجي يخرج النفس البرونكس تقفل على الفورين بودي ما يعرفش يخرج الهواء، فيكون النتيجة ان الهواء يتحبس جوه اللونج. فلما تلاقي واحد طفل وعنده رئة منفوش على الاخر خالص كده والرئة التانية عادية، تعرف ان غالبا الرئة ديت فيها فورين بودي، فبيروحوا مدخلين المنظار ويروحوا جايبين الايه الفورين بودي دوت. في طريقة تانية بس ما بنعرفش نعملها مع الاطفال قوي، اللي هو انك انت تصور الشيست انسبيريشن وتصور الشيست اكسبيريشن. عشان ايه؟ عشان الرئة العادية هتتملي هوا في الانسبيريشن وتفضي في الاكسبيريشن، اما الرئه اللي فيها الفورين بودي هتتملي هوا مش هترضى تفضي زي ما انت شايف كده. ده هوت انسبيريشن ودوت اكسبيريشن، والليفت لونج زي ما انت شايف كده بتعبي هوا وما بتفضيش الهوا. ما بتفضيش الهوا يعني معنى كده ان جواها فورين بودي هو اللي سادد البرونكس دي. طيب لما تلاقي الفورين بودي زي دوت كده وحد يسألك تفتكر الفورين بودي دوت في المريء ولا في القصبة الهوائية من غير لاترال؟ لا لا بص طريقة سهلة جدا. لو كان الفورين بودي واقف بوشه يبقى في الأسوفجس، لو كان واقف بجنبه يبقى في التراكية. ليه؟ لأن التراكية ريجيد
كارتلج، يعني ما ينفعش الفورين بودي يقف كده بالوش، لازم يتلوي على جنب. اما الاسوفجس طري، المريء جداره طري، فالفورين بودي بيقف من غير لاترال. لو لقيت الفورين بودي واقف بوشه كده تعرف ان ده في الاسوفجس، لكن لو كان واقف بسيفه في الفرونتال فيو تعرف ان هو فين في التراكية. ولو عملت لاترال فيو هتلاقي الهواء اللي في التراكية وبعدين وراه الفورين بودي، يبقى معنى كده ان الفورين بودي ده هو ايه في الاسوفجس. طيب بيقول لك افرض لقيت فورين بودي في الاسوفجس تعمل ايه؟ تقلب الولد على تمسكه من رجليه وتخبط على ظهره عشان الفورين بودي ينزل، ولا تديله دواء كحه عشان يكح الفورين بودي، ولا تقول الفورين بودي نستنى لما يخرج لوحده، ولا دخل المنظار وتجيبه؟ تختار ايه؟ لا القرش ما بينزلش، ودلوقتي بقى جنيه ما بقاش قرش طبعا. بص يا جماعه، الفورين بودي اللي في الحته ديت بالذات ما تقولش هينزل لوحده، ما تستناش طبعا، لانه وهو قاعد في الحته ديت ضاغط على الحاجات اللي حواليه، وبمرور الوقت بيقرقط في جدار المريء وبيقرقط في الاوعيه الدمويه اللي جنبه، فممكن يعمل نزيف ما تقدرش تسيطر عليه. ومفيش حاجه زي ما بعض الستات بتفتي لبعضها يقول لك امسك بس الواد من رجليه وتطبط على ظهره كده تلاقي القرش وقع لوحده، مفيش حاجه اسمها كده. لازم تدخل منظار وتشيل الفورين بودي. يبقى لو كان الفورين بودي واقف بوشه يبقى ده اعرف على طول ان ده هو فين في الاسوفجس. طيب حد شايف الفورين بودي اللي هنا؟ مسمار شايفه؟ بس في اللاترال فيو ممكن يبقى باين احسن. عشان كده في جميع الناس اللي عندهم suspected foreign body لازم يكون في lateral view، لازم يكون في lateral view، لان الفورين بودي بيبقى موجود في اول البرونكس اللي هم مستخبيين هنا ورا الهارت. فلو كان هو radio lucent او كان مش واضح قوي في الفرونتال فيو هيبقى واضح جدا في الايه في lateral view. يبقى كل الناس اللي عندها foreign body suspected فورين بودي لازم يكون عنده lateral view. اخر حاجه بقى اللي هي الحته بتاعه الالفيولار باثولوجي. احنا قلنا لما تشيل الهواء من الالفيولاي ويتبقى الهواء في البرونكاي يعمل المنظر اللي انت شايفه اللي احنا سميناه اير برونكوجرام. طيب لما تشيل الهواء اللي في الالفيولاي بتحط مكانه حاجه تانية. الحاجه ديت يعتمد على نوعها، النوع بتاعها بيطلع الديزيز زي ايه. انت عندك خمس حاجات تشيل الهواء وتحط واحدة منهم مكان. اول واحد فيهم المية. لو انت شلت الهواء اللي في الرئة وحطيت مكانه مية يبقى العيان دوت عنده بالمونري اديما، يبقى عنده بالمونري اديما. طيب لو حطيت صديد يبقى عنده نمونيا. طيب لو حطيت دم يبقى عنده نزيف في الرئة، صح ولا ايه؟ طيب لو حطيت تيومر سيلز يبقى عنده اللي هم عاوزينكم تعرفوه ده الفيولار كارسينوم، يعني عنده الفيولار كارسينوم. اخر واحد بينزل في الالفيولاي هو البروتينز، الناس اللي عندها خلل في وظائف الكلى او يعني مشكلة في الموضوع البروتين، يعني استخداماته في الجسم وكده بيسمح بتنزيل البروتين ساعات مع اليورين وساعات جوه الرئة، فيطلع حاجة اسمها الفيولر بروتينيوزيس. بص بقى عشان ما توجعش دماغك قوي، الموضوع سهل جدا سهل جدا. انت شلت الهواء وحطيت اي واحد من دول خلاص كلهم شبه بعض، لا يمكن تعرف واحد من يستحيل خلاص من الأشعة ما تقدرش تعرف ولا واحد منه، لكن بالكلينيكال ده مش برونكوجينيك، دي الفيولر سيل كارسينوما من جدار الالفيولاي. البرونكوجينيك بتطلع من البرونكس، البرونكوجينيك بتطلع من البرونكس. طيب يبقى لو حطينا مية يبقى المرض دوت اسمه ايه؟ الفيولر إديما. ولو حطينا صديد يبقى نمونيا، ولو حطينا بلاد هيموريج، ولو حطينا تيومر يبقى اسمه الفيولر سيل كارسينوما، ولو حطينا بروتين يبقى اسمه الفيولر بروتونيوز.
الوحيد اللي تقدر تشخصه من الأشعة هو الأخير اللي هو ده، لأنه ليه منظر جبار جدا، لو شفته ما تغلطش فيه خالص. أما الباقيين كلهم شبه بعض، هتلاقي اللانج كلها مبطشة كده، البطش ديت ميه الله اعلم، صديد الله اعلم، دم الله اعلم، تيومر الله اعلم. طيب اذا ما هو العمل؟ بص بقى، لو واحد عنده الفيولار اديم، الاديمه بتيجي من اي حاجه فيلير، التلاته فيلير المعروفين، يا اما هارت فيلير، يا اما رينال فيلير، يا اما ليفر فيلير، واحد من التلاته دول يفيل. اكتر واحد في الشيست طبعا هو الهارت، لما يحصل هارت فيلير الميكانيزم اللي بتشيل الميه من الجسم بتفشل، فيبتدي الميه تتحوش جوه الالفيولار، فتلاقي العيان دوت نايم في الانتنسيف كير وتحط السماعه كده تسمع موج البحر بقليل بقليل بقليل، لان الرئه كلها ما فيهاش هواء، فيها ميه، ميه بتشخلل كده. فالواحد دوت بيكون ديسنك، يعني نفسه متحاش، نايم على 7-8 مخدات عمال يلقف كده هوت، وبعدين عملت له اي اشعه من دول لقيت الرئه كده، تعرف ان دوت ميه خلاص. طيب افرض كان النمونيا، هيبقى عنده نمونيا سخن بكح زي النمونيات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، وبيطلع بلغم وخدر ومصفر ومش عارف مين والكلام ده كله. طيب افرض كان عنده نزيف جوه الالفيولار، النزيف لما يكح هيكح ايه؟ بسيط، حلو قوي، زائد ان هو يكون عنده حاجه من اللي بتنزف. ايه الحاجات اللي بتنزف المعروفين قوي؟ في مثلا سيستميك لوبس، سمعتوا عليه، اللي هو الزئبق الحمراء مثلا، ده واحد من الديزيزز اللي بتنزف في الرنج، وفي واحد تاني اسمه واجنر جرانيولوماتوزيس، وفي حاجات كلها تحت مسمى كبير قوي اسمه كولاجين ديزيزز. الكولاجين ديزيزز دي بتأفكت الجدار بتاع الفيسل وتؤدي الى نزيف في مناطق مختلفه من الجسم. فالمريض ده بيكون عنده واحد من دول وبيكون بيكح دم، دولت العلامات بتاعت الايه؟ الهيموج. اما ده ملوش اي علامه بتاتا بتاتا، ملوش علامه. امال انت بتعرفه ازاي؟ اما تعمل اشعه تلاقي بطش بطش بطش، خلاص كده، تروح تسمع صدره ما تلاقيش بقليل، وهو ما بيكحش دم ولا عنده حاجة من اللي تنزف. فأول حاجة تفكر فيها إنه يكون نمونيا، خلاص؟ ما تلاقيش عنده أعراض، فتقول هي نمونيا بس مش باين يعني الأعراض بتاعتها وكده، اديله أنتيبيوتكس، تديل وكمان أنتيبيوتك، تديل ومش راضي يخف. الطريقة اللي بتتعمل دايما في الكلينيكال كده، لما يكون في نمونيا ومش راضي تخف تاخد منها بيوبسي، لما يكون في نمونيا ومش راضيه تخف تاخد منها بايوبس، تروح طالع كارسينوم على طول. فهمت؟ لا، التيومر ماركر مش مجدي خالص الموضوع ده. خلي بالكوا يا جماعه ان التيومر ماركرز بتزيد مع الاكل، يعني انت ممكن تاكل اكله معينه تروح معليه التيومر ماركرز على طول، مش علامه جباره قوي للبتاع. المهم لما تعمل شيست اكس راي هتلاقي كله عامل كده، خلاص؟ فانت بقى، كنت انا بقول للجماعه بتوعنا زمان، لما تلاقي مركب الاي سي جي ليدز اللي هي بتاعت رسم القلب وكده، تعرف ان هو نايم في الانتنسيف كير، وتعرف ان دوت الفيولار اديم وان هو عنده هبوط في القلب. بس طلع اليومين دولت لا، في ناس عندها هبوط وعندها ميه في الرئه وماشي عادي جدا في المستشفى. فالمنظر ده هوت معناها الفيولار ديزيز. يعني ايه الفيولار ديزيز؟ يعني شلت الهواء وحطيت واحد من الجماعه ده انا قلت عليهم دول. مين اللي محطوط دلوقتي؟ العيان بيشتكي من ايه؟ خلاص كده؟ طيب فلو انت بصيت هتلاقي المناظر اللي انت شايفها، يعني اللي فات دوت ميه، عرفت ازاي؟ بالكلينيكال. وده هوت نزيف، عرفت ازاي؟ بالكلينيكال. لكن واحد يقول لك بس خلي بالك اصل النزيف بيكون اتقل من الميه، فتلاقي النزيف مبيض شويه عن الميه، كلام في الزباله يعني، اسف يعني، لكن هو ليست له اي علاقه من الواقع. هتعمل سي تي هتلاقي الوضع كده، يقول لك ايه دوت يا ابني؟ الفيولار باثولوجي. ايه هو الالفيولار باثولوجي؟ ميه، صديد، رن رن رن، خلاص. ازاي بتعرفهم من بعضيهم؟ بالكلينيك، خلاص. طيب
ما عدا واحد بس اللي هو الاخير اللي هو ايه، لما البروتين تنزل في اللنج. لما البروتين تنزل في اللنج بتعمل حاجه اسمها كريزي بيفنج. كريزي يعني مجنون، خلاص، وبيفنج يعني رصيف. ايه علاقه الرصيف بالجنان؟ مكسر، برافو عليك شاطر. ناس قالت كريزي بيفنج يعني الرصيف اللي فيه بلاط سليم وبلاط مكسور، وناس قالت لا، الرصيف اللي فيه بلاطات بس كلهم مش شبه بعض، يعني حبه كده وحبه كده. بغض النظر، مالكش دعوه انت بتاع دوت، اللي هيبان في اللنج هو ده عش نحل. العش النحل دوت اللي هو مسدسات سداسيات سداسيات، بس مش في كل اللنج، اللي هو حتت سليمه وحتت افكتد، وهو ده سبب تشبيهه بالكريزي بيفنج، ان في بلاط وفي حتت ما فيهاش بلاط، او بلاط الوان وبلاط الوان تانيه. ما بيتعرفش خالص الا بالسيتي. الالفيولر بروتونيوزيس بيتشخص بالاشعه فقط بالسيتي، ما ينفعش تعرفه بالبلين اكس راي. فلما تلاقي عشه النحل دي اللي هي سداسيات 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 ومش افكتنج كل اللنج، يعني في حتت من اللنج سليمه وحتت من اللنج افكتد، تقسم بالله العظيم ان ده هو الفيولر بروتونيوزيس. بس كده.